صلى الله عليك. يقول السائل: إذا تعارض وقت صلاة الاستسقاء مع الدوام الرسمي فأيهما أقدم، حيث يضطر الشخص إلى التأخر عن الدوام؟ صلاة الاستسقاء سنة، إذا تيسرت فهي سنة مؤكدة، وإذا لم تتيسر فهو معذور، لكن يدعو عليه، أنه يدعو يكثر من الدعاء وهو في العمل. نعم. وأيضا المسؤولين ينبغي أنهم يجعلون فرصة للموظفين والطلبة لصلاة الاستسقاء. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: والغالب أنهم يجعلونها يوم الخميس يوم عطلة، ولكن أكثر الناس ينامون ولا يذهبون للاستسقاء كسلا. إذا كانوا يتكاسلون عن صلاة الفجر فكيف صلاة الاستسقاء؟ هذا من الإعراض والغفلة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن قسوة القلوب بعضهم يقول: ما في حاجة لصلاة الاستسقاء، أنا غني عندي فلوس والماء يصب البيت وكل شيء متوفر، ولا يظن أن الله سيغير عليه وأن الله سيسلبه هذه النعمة، ما يفكر بهذا. ثم أيضا ما يفكر بحالة إخوانه وحاجتهم، والمسلمون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له بالسهر والحمى، ما يشعر بحاجة المسلمين ويرق لحالهم ويدعو لهم ويتألم لألمهم، ما هكذا المسلم. أول المسلم لا يغتر بما عنده، فإن الله قادر على سلبه من في لحظة. وثانيا المسلم يتألم لألم إخوانه فيستسقي ويدعو لهم، لأنه عضو منهم يؤلمه ما يؤلمهم. ينبغي أن يكون شعور المسلم هكذا. نعم.